لطالما كانت وما زالت تحديات وهموم الوطن العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص الشغلة الشاغلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسعى على الدوام عبر دبلوماسيته لحلها حتى عرف بأمير الدبلوماسية. وعلى مر 50 عاما من الحنكة والخبرة السياسية استطاع سموه رعاه الله أن يكون بلسما لعلاج الجروح العربية التي وصف لها الدواء من خلال الإصلاح والحوار الجاد. إن حكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في سعيه الديناميكي النشط طوال هذه الفترة التي أخذت من جهده وراحته الكثير من أجل مصلحة البيت الخليجي تدل على الحنكة والحكمة والخبرة التي حازت على إعجاب العالم، وسيذكر التاريخ في سجلاته بأحرف من نور هذا الجهد الكبير من رجل المواقف الصعبة. وكلنا أمل وتفاؤل مثل أمير الدبلوماسية وبلسم الجروح العربية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن يبقى مجلس التعاون الخليجي شمعة تنير دروب أبنائه، ولكي يستمر بمشاريعه التنموية وخططه المرسومة من أجل رفعة دول المجلس وشعوبه الكريمة التي يجمعها رابطة الدم والقربة والعادات والتقاليد الأصيلة.